يعني تحية كتاريخ وحضور مهيب لا ينسى وسيظل دائما في الذاكرة. وخلونا كمان الحقيقة لما بنقول تحية كاريوكا طبعا بيجي في أحيانا وفي ذاكرتنا أحيانا وبشكل تلقائي أيضا الفنانة الراحلة الكبيرة رجاء الجداوي، واللي هم كانوا على صلة قرابة وكانوا دايما سعداء بالحديث. كمان الفنانة الكبيرة الراحلة كانت دايما سعيدة بالحديث عن تحية كاريوكا وعن ميراثها الإنساني وعن علاقتهم المتميزة. وإحنا كمان بنفتكر الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي وبندعي لها دائما الحقيقة، وبندعي كمان لأهلها بالصبر والسلوان، وهم الاثنين تركوا مساحة كبيرة في الفن المصري صعب أو يندر تعويضها. احنا معانا هاتفين الأستاذة أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة الكبيرة رجاء الجداوي. بنرحب بحضرتك، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، ميرسي على المقدمة الجميلة دي، والله يرحم طنط حية ومامي، الله يرحمهم ويحسن إليهم. ودي مناسبة حلوة نفتكرهم كمان هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين من أعمدة الفن المصري. وانت أكيد يعني التقيتي بشكل أو بآخر وسمعت حكايات عن الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، ومامي قالت لك حاجات. هي تعتبر جدتي يعني، طبعا هي طبعا هي خالة والدتي. أيوة، ولكن هي اللي ربتها، فهي كانت بمثابة جدتي وفضلت موجودة لغاية حتى بعد ما أنا اتجوزت، يعني فضلت معايا لغاية لما كنت كبيرة. كنت دايما اروح اقعد اسمع القصص او هي تجيلنا، فيعني لا انا موجوده معاها سنين. الله يرحمها طنط حيه. طنط حيه كانت شخصيه عظيمه بكل المقاييس، الله يرحمها. ايه اللي تفتكريه انسانيا الاول عن مدام تحية كاروكا الله يرحمها، خاصه ان هي في الاخر كنا بنتفرج ونحب نشوفها ونتابعها شخصيه قويه واستثنائيه وكاريزما وحضور طاغي، وبتحب تقول دايما اللي على مزاجها وبتخافش من حد. دي حقيقة. هي كانت قوية جدا، يمكن الحياة اللي علمتها القوة دي. ولكن كان لو عايز على الصعيد الإنساني، طنط حية كانت خيرة جدا وتحب يعني نصيرة الفقراء ونصيرة الغلابة ونصيرة المظلومين. كان ده شعارها في الحياة. يمكن ممكن تروح عندها هي، يعني في ذكرى كانت مامي دايما تحكيها لي، إن مرة في رمضان كانت عاملة عزومة فطار كبيرة جدا جدا، وفوجئت كده بناس يعني غلابة ومحتاجين فعلا فعلا، ومفيش أكل والمدفع هيضرب، فشالت الحلل كلها اللي كان مطبوخ فيها والسرابيس و واديته للناس اللي هي جت كانت من الصعيد دي وكده ياكلوا، وهي وضيوفها أكلوا فول وطعمية والجبن اللي في التلاجة. فدي كانت تحية كاريوكا. تحية كاريوكا كانت ليها خدمة دائمة عند الجوامع آل البيت في مصر، تنزل تقعد تأكل الناس اللي على باب الله، تأكل الناس اللي شوية يعني ظروفهم النفسية تعبانة أو متواجدين بشكل أو بآخر في الشارع. تحية كاريوكا كانت إنسانة قبل ما تكون نجمة، قبل ما تكون أي حاجة تانية، هي كانت إنسانة بقلب عظيم. أيوة طبعا. إحنا كمان مش بنفتكرها لفنها الكبير وتاريخها العملاق والضخم، لكن أكيد طبعا الراحلة العظيمة رجاء الجداوي وكلمتها كمان كان ليها دور وطني وكان ليها مواقف سياسية وكان ليها حضور دائم. يمكن الغريب اللي هقوله لحضرتك إن تحية كاريوكا رأست رأس كرأس شرقي 6 سنوات فقط من عمرها، من عمرها الفني 6 سنوات فقط، ولكن كانت بعد كده بتظهر في الأفلام المصرية في صورة الراقصة في صورة، ولكن حقيقة الأمر إن تحية كاريوكا رقصت بالفعل 6 سنوات فقط. وبعد كده كان ليها دور فني عظيم، كانت بتهتم جدا بالمسرح السياسي. يمكن فرقة تحية كاريوكا أو مسرح تحية كاريوكا كان مسرح سياسي، كانت بتحب تكون يعني هي تقول لك أنا لوحدي حزب سياسي، أنا لوحدي فكر سياسي. فكانت قوية جدا، ما كانتش بتخاف. اعتقلت كذا مرة، اعتقلت سياسيا كذا مرة. مسرحياتها كانت شديدة، كانت عنيفة. وحتى في عهد رئيس راح عملت زائر الفجر وعملت الكرنك، يعني عملت كمان أعمال ويحيى الوفد، وعملت يحيى الوفد صح يعني يحيى الوفد كانت مسرحية أعتقد. ما هي المسرحيات كانت سياسية. يعني المسرحيات هي اللي كانت سياسية، وكان من أقوى المسرح السياسي اللي اتعمل في مصر طبعا.
وتعرضت بسبب بغرس مضايقات، الأبريق. واشتهر عنها مساعدتها للفدائيين كمان، هي بنت القناه بنت هي كانت بتنقل السلاح للإسماعيلية، كانت بتنقل السلاح لكل اللي كانوا في الإسماعيلية أيام الاحتلال الإنجليزي، كانت بتنقله في عربيتها. ولا تحية كاريوكا كانت حاجة تدرس، يعني تحية كاريوكا شخصية لن تتكرر. طبعا لن تتكرر، والراحله رجاء الجداوي لن تتكرر. الله يرحمها، الله يرحمها ويحسن اليها، الله يرحمهم هما الاثنين ويحسن اليهم. وبنشكرك على لفتتك الجميله بوجودك معانا، انك سمحت لي ابقى مع حضرتك. طبعا طبعا اشكرك، شكرا جزيلا، متشكرة قوي. ونلتقي قريب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذه اميره مختار، ابنه الفنانه الراحله الكبيره ايضا ويعني رجاء الجداوي، واللي تعتبر زي خالتها كمان تحيه كاريوكا. تاريخ صعب ويعني يندر تكراره بهذه الابعاد الانسانيه والتاريخيه والسياسيه والفنيه، وبالتالي كان لازم تتوقف النهارده عند ذكرى رحيل الفنانه الكبيره تحيه كاريوكا.